مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في المنتصف توك. يبدأ الرئيس الفرنسي زيارة الدولة إلى المغرب مرفوقا بوفد حكومي كبير إلى جانب وفد يمثل كبريات الشركات الفرنسية ومجتمع الأعمال والثقافة والفن أيضا من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ العلاقات بين المغرب وفرنسا. هذا الفصل الجديد أصبح ممكنا منذ الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء المغربية وتأييد باريس لمبادرة الحكم الذاتي بوصفها الحل الوحيد الممكن للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. هذا الفصل يفتح أيضا أمام البلدين شراكة متجددة تشمل التعاون في قطاعات مستقبلية واعدة كالطاقات المتجددة وصناعة السيارات والنقل وغير ذلك، ويعيد إلى محور باريس الرباط زخمه وتأثيره العريق. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ يوسف الهلالي الكاتب الإعلامي الخبير في الشؤون الفرنسية، وينضم إلينا هنا أيضا في الاستوديو الأستاذ الدكتور نبيل جدلان الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة. أهلا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ من باريس أستاذ يوسف الهلالي، عمليا ما المنطلقات التي تأتي بها هذه الزيارة زيارة الدولة؟ ما الذي يقال هنالك في باريس عن منظور الدولة الفرنسية أيضا إلى هذه الزيارة بأيضا النظر إلى سياقها التاريخي في هذه المرحلة؟ من المؤكد أن هذه الزيارة هي لها أبعاد وتوجهات يعني متعددة، ولكن الشعار الذي يمكن أن نلخص به هذه الزيارة في وسائل الإعلام هو التجديد وإعطاء الزخم لهذه العلاقات بين البلدين، على اعتبار أن هذه العلاقات عانت يمكن القول في السنوات الثلاثة الأخيرة من صعوبات ومن سوء فهم ومن عدم تواصل. يعني يمكن أن نقول الكثير عن هذه الثلاث سنوات التي أبعدت بلدين وهما بلدين كلاسيكيا كان دائما بلدين حليفين، بلدين بينهما حوار متواصل ومستمر، يعني بلدين كان دائما سياسة التفاهم والتواصل هي التي تغلب على هذه العلاقات. رأينا أنه من الملاحظات التي لاحظتها بعض الصحف الفرنسية أن هذه العلاقات رغم هذه السنوات الصعبة لم تتأثر مثلا اقتصاديا كثيرا بذلك، حيث استمر التبادل والتواصل في جميع المجالات، خاصة أن هذه العلاقات هي متعددة الأوجه والأبعاد، يعني فيها الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، الجانب الثقافي، الجانب كذلك السياحي المهم بين البلدين، بمعنى أن هذه العلاقات متعددة ومتشعبة وتمس كذلك يعني العلاقات يمكن القول ما بين المؤسسات الثقافية، العلاقات ما بين المدن والجهات، وبذلك بمعنى هذه الأزمة كانت يعني خارج السياق يمكن القول التي مرت بها العلاقات في السنوات الثلاثة الأخيرة. واليوم أظن أن هناك في باريس إذا رأينا لقينا نظرة على الصحف الفرنسية والإعلام الفرنسي الذي تتبع هذه الزيارة، بمعنى أن الجميع ينتظر تجديد هذه العلاقة وإعطاها زخم وإعطائها يعني دفعة جديدة. وعلى الخصوص تم الحديث إذا أخذنا مثلا بيان مصر الإليزي عن بناء علاقة في 30 والثلاث عقود المقبلة أو 30 سنة المقبلة، بمعنى أنها علاقة ليست آنية بل تفكر في المستقبل وفي تقوية أواصر هذه العلاقات. شكرا لك أستاذ يوسف الهلالي. أستاذ نبيل جدلان، زيارة الدولة في الواقع لا تحصل كل سنة، زيارة الدولة لنقول أنه لربما هي الأولى في هذا العقد من الزمن في ولايتي ماكرون، هذه الزيارة على الأقل في الولايتين هذه هي الأولى، وتأتي طبعا كما ذكر ضيفنا بعد ثلاث سنوات في الواقع شهدت فيها العلاقات الفرنسية المغربية اختبار حقيقي على محك طبعا الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وهو ما قد حصل. اليوم ما شكل انفراجة هذه وكيف يمكن أن تنعكس على التعاون الاقتصادي بين الجانبين؟ أولا شكرا أستاذ ريس على الاستضافة وتحية للزميل العزيز.
بطبيعة الحال يعني انعكاس على العلاقات الاقتصادية والمبادلة التجارية سيكون إيجابيا، يعني لا يمكن أن ننكر أن تقوية هذه العلاقات سيكون، احنا غير إذا أخذنا بعين الاعتبار تكوينة الوفد المرافق للرئيس الفرنسي يظهر جليا أن جميع القطاعات التي تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي والتي تمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للعقود القادمة هي ممثلة في هذه التركيبة، في هذا الوفد المرافق. أنا متفق مع زميلي العزيز أن العلاقات الفرنسية المغربية بلغت نضج كبير، بحيث أن رغم هذه الاضطرابات التي مرت بها العلاقات على بعد 3 سنوات الأخيرة لم تتأثر العلاقات الاقتصادية، بحيث أن بلغة الأرقام المغرب يظل يعني المغرب بالنسبة لفرنسا تظل هي المستثمر الأجنبي الأول مستوى الاقتصاد، ولكن تراجعت على مستوى الشراكة التجارية، معناها أصبحت الشريك التجاري الثاني وتقدمت إسبانيا. نعم، أنا لا أظن أن هذا رد فعل مغربي بالنسبة لي للظروف للعلاقات المتوترة، ولكن هذه استراتيجية جديدة للمملكة المغربية التي نهجت تنويع الشركاء الاقتصاديين، بحيث أن هذه الاستراتيجية بدأت قبل ذلك، حكم أن فرنسا في هذه الفترة تعد شريك تجاري الثاني، فهي تظل المستثمر الأجنبي الأول وعندها 14 مليار، نذكر الرقم 14 مليار أورو تبادلات كمبادلات، يعني 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 أنا أظن أن المغرب يعني لن يغير سياسته الخارجية في إطار التنويع، مع تأكيد على أن عودة دفء العلاقات سيزكي يعني العلاقة الاقتصادية أيضا، خصوصا أن للدولتين مصلحة في ذلك، يعني بالنسبة للعلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية احنا عندنا علاقات، عندنا نوع من الارتباط لا على المستوى الداخلي لا على المستوى المشاريع لغاية يعني مثلا تنظيم كأس العالم، تنظيم كأس إفريقيا، يعني احنا محتاجين إلى تمويل، محتاجين إلى خبرات، نتوفر على ذلك يمكن الحصول عليه بالنسبة لدول أخرى، ولكن فرنسا تشارك في ذلك، فهذا الشيء المغرب أيضا يساهم أيضا في مواكبة التطورات أيضا الرياضية على المستوى الدولي، على مستوى أيضا المعاملة بالمثل أيضا فيما يتصل، المغرب كان مساهم أيضا في لنقول الجوانب الأمنية فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية مثلا. شوف، عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية على المستوى السياسي لا يعني تغيير سياسة استراتيجية للدولة اللي هي تنويع الشركاء الاقتصاديين كما قلت من قبل، طيب. زائد أن مغرب الأمس ليس بمغرب اليوم، بحيث أن فرنسا اليوم أيضا هي ليست فرنسا الأمس، فرنسا اليوم هي تعترف بمغربية الصحراء صراحة ضمن أحد أقوى المواقف الدبلوماسية في العالم الآن لفائدة القضية الوطنية، هي لا تعترف فقط بمغربية الصحراء بل أكثر من ذلك، تقول أنه المقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن لحل هذا النزاع المفتعل. المغرب الآن يرى الدول الأخرى بمنظور موقفين من الصحراء المغربية، وهذا الاعتراف الكل يرحب به، نحن جد مسرورون وفخورون بهذا الاعتراف، حيث أن يعني الدولة الفرنسية هي عضو في مجلس الأمن، عضو دائم، وإلى جانب الأعضاء الأخرى، فإن أظن أن القضية الصحراء المغربية الآن هي قضية شبه منتهية، وظهر الحق وزهق الباطل كما يقال. المستوى الاقتصادي أنا أظن أن ذلك لصالح العلاقات الفرنسية المغربية، ولكن مرة أخرى المغرب أصبح قوة إقليمية صاعدة معترف بها من جميع الدول العظمى، وبالتالي فإن المغرب أظن أنه سيبقى في هذا النهج. شكرا. وإذا كان مصلحة في العلاقات الاقتصادية لتقوية فسيكون ذلك. شكرا لك شيء إيجابي. نبيل جدلان. لكن أنا أؤكد أن الاعتراف بمغربية الصحراء سيكون له أثر إيجابي على هذه العلاقات بحكم أهمية هذه الصحراء المغربية لكل، ماشي غير الحكومة وجلالة الملك، كل فرد، كل مغربي طبعا، هذا مهم. إذا كل دولة تعترف لنا بصحرية المغرب فإحنا نشكرها وهذا حقنا. يعني شكرا لك أستاذ نبيل جدلان. أستاذ يوسف الهلالي، طبعا الرئيس ماكرون وهو قادم للمغرب
يرافقه وفد من الحكومة، لنقل وفد حكومي موسع ويضم وزارات ثقيلة، الداخلية، الخارجية، الاقتصاد، الجيوش أيضا وغير ذلك، ويرافقه أيضا لنقل وفد من رؤساء كبريات الشركات الفرنسية، أيقونات الشركات الفرنسية والاقتصاد الفرنسي سيأتون أيضا إلى المغرب. ما الغرض من ذلك؟ طبعا فمن المؤكد أن الفرنسيون يتتبعون الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب والقرارات اللي أخذها المغرب من أجل فتح صناعة، مثلا الصناعة العسكرية، صناعات الفضاء والبحث في مجالات الفضاء والبحث كذلك في مجال الصناعة في مجالات الطاقة ومجال تصفية مياه البحر. بمعنى أن الفرنسيون وشركاتهم الكبرى تتابع عن كثب هذه المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب وتريد المساهمة في هذه المشاريع الكبرى. بمعنى حاليا نرى أن مثلا توسيع الخط القطار السريع التجري من القنيطرة حتى أكادير هذا مشروع ضخم استراتيجي وكبير، هناك عدة موانئ في طريق الميناء الأطلسي بمدينة الداخل الذي سيكون يعني محطة أو واجهة للمغرب وكذلك لبلدان جنوب أفريقيا جنوب الصحراء التي هي في حاجة إلى واجهة بحرية وفي حاجة إلى تنمية اقتصادها في هذه المنطقة. وبالتالي فالمقاولات الكبرى الفرنسية التي تحضر هذا اللقاء المغربي الفرنسي فإنها تصبو أن تكون شريكا وأن تساهم بشكل أو بآخر في هذه المشاريع الكبرى، سواء من خلال الشراكة مع المقاولات المغربية ومع الشركاء المغاربة أو مع المقاولات العامة المغربية. وبالتالي فحضور هذا الوفد من ممثلي المقاولة الكبرى المقاولات الكبرى الفرنسية، يعني ما يسمى مقاولات الكاب 40، معنا في المجالات المتعددة سواء في مجال الطاقة، في مجال صناعة السيارات، الصناعة العسكرية، الصناعات المجال الطاقات المستجدة، تصفية. وبالتالي فهذه يعني هذا يعني نوعية هذا الوفد يمكن الذي يمثل مختلف هناك المقاولات. أستاذ يوسف الهلالي الفرنسية، عذرا على المقاطعة، هل هناك إدراك أيضا فرنسي أنه السوق المغربية بالنظر إلى حجم الفرص التي أصبحت تتيحها تحتاج اليوم إلى وقفة وإلى لنقول استرجاع الموقع الامتيازي أو المتقدم للفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ضمن العرض الاستثماري الغني جدا الذي يقدمه المغرب من طنجة إلى الجويرة؟ من المؤكد أن المغرب اليوم هو ورش مفتوح، وهناك يعني الرؤية الملكية الجديدة للتنمية في مختلف المناطق من الشمال كما ذكرت إلى الجنوب، يعني من طنجة حتى الجويرة، يعني هذا الجانب الوطني في الاستثمارات. لكن لابد لا ننسى الأفق الذي يفتحه المغرب نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، فيقوم بإمداد الطرق السريعة نحو هذه المنطقة بفتح ميناء جديد كما قلت في الداخلة. وبمعنى أن هذا أن المغرب ليس هناك فقط يعني هذا الأفق في الاستثمار وهذه الرؤية الاستثمار اللي فقط وطنية، هي كذلك إقليمية متجهة نحو أفريقيا وخاصة أفريقيا نحو الصحراء. وفرنسا نعرف أنها عانت في السنوات الأخرى وعلاقاتها كانت متأزمة يمكن القول مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، والمغرب يعني يمكن أن يعني بديل لرؤية جديدة في العلاقات، بمعنى علاقات رابح بمعنى الشراكة في جميع المجالات. المغرب اليوم كما قلت كذلك تغير،
يعني لم يعد البلد الذي ينتظر أن تأتي له مقاولات أجنبية للاستثمار. لابد من شراكات. المغرب يقوم بفتح أوراج للتصنيع المحلي في مجال القطارات، في مجال كما ذكرت في المجالات العسكرية، في مختلف المجالات، وبالتالي فهذه فرصة بالنسبة للفرنسيين من أجل الشراكة، إن شراكة تهم الجانب الثنائي وتهم الجانب الإقليمي والأفريقي على الخصوص. شكرا لك أستاذ يوسف الهلالي. أستاذ نبيل جدلان، طبعا نتحدث عن وفد كبير جدا يضم لنقل تمثيلية موسعة من الحكومة الفرنسية، وفيها وزارة الاقتصاد، فيها وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وعدة أعضاء وقطاعات أخرى، وهناك أيضا الوفد الذي يمثل رجال الأعمال، ورجال الأعمال هؤلاء فيهم الرؤساء التنفيذيون ورؤساء المجموعات الكبرى، كبريات الشركات الفرنسية الذين سيحلون في المغرب. وهناك اهتمام كبير جدا بمواكبة أوراش التنمية المفتوحة في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي اعترفت فرنسا بسيادة المغرب عليها أخيرا. ما دلالة ذلك، وما الذي يمكن أن يقدمه في إثراء هذه الشراكة بين الرباط وباريس؟ بطبيعة الحال احنا سنعرف أن المغرب، يعني كما تفضل الزميل العزيز وتفضلتم بالقول، هو ورش مفتوح، والأقاليم الجنوبية الآن أصبحت أقاليم يعني فيها فرص كثيرة للاستثمار في إطار استراتيجية الملكية الرشيدة. هاد المناطق ولا العديد من الدول العظمى يعني هدفها هو الاستفادة من هذا التقدم. وبالنسبة للمغرب هو هذا عامل إيجابي، بحيث أن في وقت سابق كنا نتكلم على أنها بعض شيء مهم. الآن بشهادة العالم، يعني من يتولي وفود شركات أجنبية قوية يعني تتهدف إلى مشاركة في تنمية الأقاليم، هذا يعني أن المغرب نجح في سياسة التنموية في الأقاليم الجنوبية، ولن يكون هناك في المستقبل مشاكل عندها علاقة بتشغيل، لأن الاستثمارات إن شاء الله غتكون كثيرة. بالنسبة للمغرب وبالنسبة لفرنسا، هذه علاقة رابح، بحيث أن نحن نحتاج إلى الخبرة الفرنسية إلى جانب خبرة دول أخرى، مع العلم أن المغرب الآن كما قلت ليس بمغرب اليوم، ليس بمغرب الأمس، إذن هو كذلك يتوفر على الخبرات اللازمة. ولكن هذه الشركة أنا أظن أنها نسيج رجال الأعمال. أنا أريد في الواقع أن نفتح قوس على هذا الجانب. نسيج رجال الأعمال الفرنسيين، هل يكونون قد تنفسوا الصعداء كما يقال باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، وبخطوة الرئيس الفرنسي أن يكون هذا الاعتراف متينا وقويا ومجسدا في أرض الواقع، بما يفتح لهم أيضا آفاق واضحة للشراكة الاقتصادية مع حليف استراتيجي هو المغرب؟ هل تجد أن الأمر هو كذلك؟ لا، أنا متفق أن بالنسبة للشركات هذا يعني سوق جديدة بالنسبة لهم، بحيث أن من قبل كانوا يتفادون يعني الاستثمار، أو ماشي يتفادون، ربما كانوا ممنوعين من هذا، ممنوعين من طرف دولتهم ربما وليس من طرف المغرب، أنا لا أعرف. ولكن لكن على مستوى وضوح الرؤية بالنسبة للفائدة، أن تفتح لهم سوق كهذه أمام رجال الأعمال الفرنسيين، فبالنسبة لهم خصوصا في عز الأزمة التي تعيشها أوروبا الآن، فهذا له تأثير كبير. وكما قال الزميل راه تفتح لهم حتى أفق على المستوى الإفريقي، بعض الأسواق التي أضاعوها بتعاوني مع المغرب ربما يسترجعوا شيئا ما بعض الأسواق، يعني في هذا الإطار. بطبيعة الحال أنا أظن أن يعني رجال الأعمال الفرنسيين منذ مدة طويلة وما يطالبون تحسين العلاقات المغربية، ولكن مع ذلك يجب تذكير أن العلاقات الفرنسية المغربية الاقتصادية لم تتأثر كثيرا، يعني هذا ما يجب، بحيث أننا نأخذ جميع القطاعات الحيوية في المغرب، قطاع السيارات، قطاع الطيران، قطاع الماء، قطاع الطاقة، صحيح لم تتأثر هناك، ولكن المغرب رجال الأعمال الفرنسيين هكذا يشاهدون الأمر. المغرب مقبل على صفقات ضخمة فيما يتعلق بتكنولوجيا النقل السككي فائق السرعة وتوسيع الشبكة. المغرب مقبل أيضا على أوراش ضخمة فيما يتصل بالتنمية والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وأشياء من هذا القبيل. والمغرب مقبل أيضا على صفقات مرتبطة بكأس العالم. هم أيضا مهتمون بكل هذا. لابد من لنقل مناخ سياسي، مزاج سياسي أيضا تنتعش في هذه العلاقات. هل أنا مخطئ؟
مرحبا بهم للاستثمار في المغرب، ولكن المغرب له يعني دول أخرى يتعامل معها، لن يكون القرار اقتصاديا سياسيا فقط، يجب على هذا رجال الأعمال أن يعوا أن المغرب يجب أن تقدم إليه صفقات مربحة، بحيث أنه هم هناك منافسة من طرف دول عظمى أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، إسبانيا. إذن المغرب رغم هذا الانفراج في العلاقات السياسية، وأنا متفق أن بالنسبة لرجال الأعمال هذه خطوة جد إيجابية وخطوة إلى الأمام، ولكن عليهم أن يقترحوا على المغرب مشاريع ليكون حتى المغرب فيها رابح وفيها طيب. نوع من المنافسة بالنسبة للشركة رابح. رابح. شكرا لك أستاذ نبيل جدلان. أستاذ يوسف الهلالي، على مستوى سلم اهتمامات الجانب الفرنسي بالمغرب فيما يتعلق ب لنقل تعزيز هذه الشراكة الاقتصادية، أنت تتحدث عن أنه هناك رؤية لتؤسس للشراكة لثلاثة عقود مقبلة، على مدى ستقوم هذه الشراكة في العقود الثلاثة المقبلة؟ من المؤكد أن هذه الشراكة لهذا جاء ستكون مختلفة، لهذا رأينا أنه في البيانات والتصريحات السياسية يعني نوع من التجديد، بمعنى أن فرنسا والمقاولات الفرنسية لن تكون فقط مصدر نحو المغرب، هي مقاولات اليوم لابد أن تقوم بالمشاركة في الأوراش الكبرى من خلال شراكات في مختلف المجالات التي ستهم المغرب في المستقبل. يعني هناك جانب البنيات التحتية، خاصة أن المغرب مقبل على لقاءات دولية كبرى، معنا كأس أفريقيا وكأس العالم، فهذه التظاهرات سوف تتطلب مجهودا كبيرا من المغرب واستثمارات ضخمة في جميع المجالات. وكما قلت يعني الانفراج السياسي هي أساسية، لأنه المغرب لا يمكن أن يشرك بلدا في هذه المجهودات الكبرى إذا لم تكن هناك توافق وتجاوب سياسي، على اعتبار أن هذه المشاريع ستتطلب استثمارات كبرى، ستتطلب مجهودات خاصة من المغرب ومن شركائه بالتأكيد. هذا بالإضافة إلى أنه يعني أنه لابد من يعني هذا التطور في العلاقات سوف يكون يعني تطور ثنائي وتطور إقليمي، كما قلت يعني فتح الآفاق نحو البلدان الأفريقية. ونرى أن مجموعة من المقاولات المغربية الفرنسية في مجالات متعددة تعمل بشكل مشترك، لأنها في مواجهة منافسة عالمية، يعني هناك منافسة صينية، تركية، في أفريقيا أمريكية، بمعنى أنه انتهى عهد المقاولات الوطنية المحدودة التي يمكن أن تذهب من أجل البحث عن أسواق جديدة. اليوم لابد من تكتلات، والمغرب وفرنسا وأفريقيا وأوروبا بمعنى يمكن أن يطور هذا الأفق وهذه الشراكة. لهذا الرؤية تتحدث عن 30 سنة المقبلة، بمعنى أنه اليوم نحن نحو صناعة أفق ورؤية جديدة من أجل العمل المشترك وعمل يعني في إطار الشراكة والندية وفي إطار رابح، بمعنى لم تعد هناك كما كان في السابق مقاولات كبرى تأتي من الخارج وتفرض أجندتها على المغرب. اليوم هناك المغرب هو كذلك يتوفر على مقاولات، يتوفر على خبرات في جميع المجالات، ويتوفر على علاقات دولية متنوعة ومتعددة سواء أفريقيا أو في باقي العالم. لا ننسى أن المغرب له اتفاقية تبادل حر مع أوروبا، مع الولايات المتحدة، مع العديد من البلدان العربية، وهذه فرصة لمقاولات البلدان الشريكة الصديقة التي تأتي من المغرب لتستفيد من هذه الأسواق المتعددة والكثيرة، أو أمريكا وأوروبا، التي ستكون في متناولها، ولكن على شرط تصنيع محلي، بمعنى أن رأينا أن شركات صناعة السيارات الفرنسية فهمت هذا التطور الجديد. لهذا نرد الاستثمارات الكبيرة التي تمت في طنجة أو في القنيطرة من أجل تصنيع محليا وبالتالي تصدير نحو أوروبا وأمريكا وأفريقيا وباقي العالم، بمعنى أن اليوم المغرب هو فرصة لهذه المقاولات الفرنسية، وبالتالي أظن أن الفرنسيين فهموا هذه الرسالة، وهم اليوم من أجل
تقوية هذه الشراكة سياسيا، لأنه لا بد أن هذه الشراكة أن تكون محمية إذا صح التعبير على المستوى السياسي، وأن تكون مواكبة سياسية لهذه الاستثمارات. الاستثمارات ستكون ضخمة وبمليارات الدولارات، معنى أنها لا بد لها من توافق استراتيجي وتعاون وطيد وقوي بين البلدين. شكرا لكم أستاذ يوسف الهلالي. في كلمة رجاء أستاذ، أنه خارج وقت البرنامج، صحيح أنه هناك تنافس وهناك تعددية شركاء وتعددية أقطاب وتموقع دولي وتأثير إقليمي للمملكة، ولكن أيضا هناك لنقل ذلك الطابع الامتيازي للشراكة الاقتصادية مع فرنسا الذي يجعل التعاون الاقتصادي سهل ميسر في عوامل ثقافية ولغوية، وأيضا تجربة تاريخية طويلة تجعله لربما يحتفظ بعوامل امتياز خاص، أليس كذلك في هذه المرحلة؟ طبيعة الحال هذا شيء مؤكد، وأظن أن مرة أخرى الوفد المرافق جاء لتوقيع اتفاقيات، واتفاقيات تم من قبل التفاوض عليها، إذن سيكون هناك روح جديدة للعلاقات الاقتصادية التي لم تتدهور من قبل، ولكن ستكون هذه العلاقات لصالح البلدين، المغرب كقوة اقتصادية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني، المغرب كورش ليعد لعدة تظاهرات عالمية، ولكن كذلك بالنسبة لفرنسا فالمغرب هو كما قال الدكتور الأستاذ فرصة بالنسبة لرجال الأعمال وبالنسبة لفرنسا. شكرا. التي سيستفيد منها بكل تأكيد شكرا لك أستاذ نبيل جدلان الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة على المشاركة معنا. نشكر من باريس ضيفنا الأستاذ يوسف الهلالي الكاتب الإعلامي الخبير في الشؤون الفرنسية على كل هذه التوضيحات معنا. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. دائما تجدون المزيد عن زيارة الرئيس الفرنسي، زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، على منصتنا الإخبارية media.news.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.